للمزيد حول هذا الموضوع يسرني أن ينضم إلي عبر الهاتف المستشار أحمد محمد المدوب، رئيس اللجنة الإعلامية للانتخابات النيابية التكميلية، عضو هيئة التشريع والرأي القانوني. أرحب بك سعادة المستشار في نشرة أخبار الثالثة. إذن استقبلت عدد من السفارات والقنصليات البحرينية اليوم المواطنين للمشاركة في الجولة الأولى من الانتخاب النيابي التكميلي، لو نتحدث عن سير العملية الانتخابية في الخارج حتى الآن. ناقبي الدائرة الأولى بمحافظة المحرق تمكنوا اليوم من خلال عدد من السفارات والقنصليات الدبلوماسية لمملكة البحرين من المشاركة في عملية الاقتراع والمشاركة في الجولة الأولى وممارسة حقهم الدستوري. وفقا لقرار وزير العدل، وفرت اللجنة التنفيذية للانتخابات ووفرت وزارة الخارجية كافة التجهيزات الفنية واللوجستية لتمكين الناخبين في الدائرة الأولى بمحافظة المحرق من المشاركة بكل يسر وسهولة. نعم سعادة المستشار أحمد محمد المدوب، رئيس اللجنة الإعلامية للانتخابات النيابية التكميلية، عضو هيئة التشريع والرأي القانوني، كل الشكر لك.